أنا؟ إي والله بالحرف الواحد. يعني علا هي اللي كتبت الرسالة؟ ما بعرف، بس كأني حسيت مرات متأكدة من كلامها. أنا ليكي ملاك، قلت لك الخبر ماله مركب، بس أنا هيك وصلني من اللي صار مبارح. والله فتت بمية حيلة. هلأ شو ساوي؟ مالك غير تزوري علا ببيتها أو اتصلي فيها خليها تجي. مستحيل تجي إذا كانت هي. معناها ويني؟ البسي ووشك لعندها. تروحي معي؟ لا، من راسك لراسها أحسن.